حياكم الله. الرياضة هي من الأمور والجوانب المهمة في حياة الإنسان لما تحتويه من فوائد عديدة، وهي تؤثر على الجوانب النفسية والصحية والترفيهية. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع المهم، وليش لا ما يكون هناك اهتمام كبير بجانب الرياضة ككرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الطائرة وغيرها، وأيضا ليش لا ما نمتلك قاعات رياضية حديثة تناسب المواطن العراقي، وليش لا من تطور النوادي الموجودة اللي تعاني من الإهمال الكبير. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها بحلقتنا اليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. وتلعب الرياضة دورا هاما في تعزيز العلاقات الدولية بين الشعوب، حيث ينفتح مجال التنافس بين هواة ومحترفي الألعاب الرياضية بعيدا عن الصراعات السياسية. إن إحراز مراكز متقدمة في البطولات الدولية يعكس مدى الرعاية الخاصة التي تبذلها الدول للشباب، والتي تعبر عن ثقافة ذلك البلد، والذي يمكن أن تبرز فيه رموز مهمة ترفع من مكانته وتعزز موقعه بين بقية بلدان العالم. ففي العراق ملاعب وقاعات رياضية أصبحت معظمها قديمة وغير ملائمة للتدريب والسباقات. كذلك فإن المنشآت الرياضية في عموم العراق تعتبر قليلة وليست بالمستوى الذي يؤهل الرياضيين للبطولات الدولية أو الأولمبية. وإن من مقومات نجاح العمل الرياضي إبداء الاهتمام بإنشاء المجمعات الرياضية في المدن الكبيرة، إلى جانب نشرها في مقاطعات المناطق السكنية وتغطية حاجات المواطنين لها وسد احتياجاتهم للملعب الرياضي لممارسة مختلف الفنون الرياضية ككرة القدم والسلة والطائرة والسباحة والتنس وكرة المضرب والألعاب الخاصة باللياقة البدنية وغيرها من الرياضات البدنية. وحسب مختصين فإن على الحكومة العراقية أن تشرع بإنشاء الملاعب والقاعات الرياضية في جميع أنحاء العراق، لكي يتم فسح المجال لمزاولة الألعاب الرياضية في كل مكان في العراق. كذلك تأسيس القرية الرياضية في كل مدينة لتشمل أنواع الملاعب والقاعات مجهزة بأنواع الأجهزة والمعدات، لأن مواهبنا بحاجة إلى رعاية وطاقتنا الشبابية الواعدة بحاجة إلى اهتمام. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير، طبعا الرياضة كانت وما زالت وستبقى هي أحد الجوانب المهمة اللي تساعد على توحيد المجتمعات وتقربها من بعض. فإذا جينا تحدثنا أيضا عن نقطة جدا مهمة اللي تساعد الرياضة ومهمة الرياضة وأهميتها، هي في قتل أوقات الفراغ للشباب، لكن بطريقة وبصورة صحية. من أهم الأمور اللي تساعد على اكتشاف المواهب الرياضية والشخص يعرف أنه عنده موهبة وحبة للرياضة هي المدرسة. المدرسة جزء جدا مهم من هذا الموضوع في اكتشاف المواهب وصقل هذه المواهب الرياضية. كان في السابق المدرسة لها دور فعال بامتلاكها بالساحات النظامية والساحات الكبيرة، كان لدرس الرياضة جزء مهم بحياة الطالب، كان انه من يكون اكو بالجدول درس رياضة خلص يعني هنا اكو اخراج لطاقة الشباب والطلاب بما يخص انه يمارسون مواهبهم الرياضية اللي يفضله، كان المدرس يعتني ويهتم بهذا الدرس بصورة كبيرة، كان الطالب ايضا مثلا من يكون اكو درس رياضه يكون اكو ملابس خاصه للرياضه ياخذها وياه المدرسه، ويعني يعيش حياته بهذا الدرس، واللي يساعده عن بموضوع ان تخلص من الضغوطات الدراسيه والدروس الاخرى، بالتالي راح هذا الدرس هو يكون ممتع ومسلي، وبالتالي ايضا مثل ما ذكرت هو يكتشف المواهب. فكان في السابق ايضا المدرسه عندما تشوف الطالب عنده موهبه معينه سواء رسم، رياضة وغيرها من التفاصيل، فتحاول المدرسة وإدارة المدرسة أنه تهتم بهذا الطالب وتحاول أنه توصله إلى مراتب وأماكن عالية بما يخص الجانب اللي يحبه واللي يفضله وهوايته اللي يفضلها، وتحاول أنه تكون هي ساعدة بالصعود إلى الأعلى.
لكن الآن من أجينا نقارن هذا الموضوع مع وقتنا الحالي، المدارس الحالية هي تكون إنه درس الرياضة شبه معدوم بيها، ماكو شيء اسمه درس الرياضة اللي الطالب يرفع عن نفسه، وبالتالي مثل ما ذكرنا بفوائده الأخرى. وأيضا من الأمور الأخرى أنه مدرس الرياضة يا أما يعطي درسه لمدرس آخر بإكمال المنهج، يا أما أنه مثلا يروح لدرس الرياضة لكن يقول للطالب مارس الهواية اللي تحبها، تريد تكتب اكتب، تريد تقرأ اقرأ، تريد تخلص واجباتك خلصها، تريد تأكل أكل. وهذه الأمور يعني أصبح أنه ما إلى أي أهمية، ما إلى أي فائدة، يختلف عن مدارس قبل، يعني مدارس آبائنا وأجدادنا من يتحدثون عن المدرسة وعن أمورها وعن درس الرياضة أو درس الفنية. وهذه الأمور الدروس اللي الآن يعتبروها هي ما إلها فائدة، لكن هي فائدتها جدا مهمة، وهي اللي ساعدت في اكتشاف مواهب كبيرة وكان إلها أسماء. يعني الآن من نتحدث عن أسماء كبيرة بالرياضة يقول لك إنه المدرسة كان إلها دور فعال وكبير، لأن كان هناك تجرى مسابقات بين الطلاب ومسابقات أيضا بين المدارس بما يخص هذه البطولات اللي تجرى في المدارس. وأيضا عندما ينتهي المدرسة والشخص يخلص يعني المدرسة وقتها يقدر إنه يذهب إلى نوادي، كان في السابق أكو نوادي رياضية يحاول إنه هو يتطور، وفي حال إنه المدرس اكتشف إنه هذا يمتلك موهبة رياضية يحاول إنه هذا الطالب يطورها وغيرها من التفاصيل ويكون إلى أهمية كبيرة. بالتالي فالسؤال اللي يريد نسأله هنا بهذا الخصوص، درس الرياضة مهم، فليش لا منفعله؟ ليش لا ما تكون هناك أكو ساحات رياضية مناسبة بالطلاب؟ فنشوف الجواب إحنا وياكم من أصحاب الاختصاص ونرجع. هذا العام في وزارة التربية هو عام الأنشطة المدرسية. وزارة التربية وضعت هذا الشعار إيماناً ودعماً للأنشطة المدرسية التي تشكل مساحة إبداعية ومساحة خلاقة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ولذلك الوزارة تحاول أن تدفع بهذا الدور إضافة إلى الدور التعليمي، لأن هناك طاقات وقدرات ومهارات ومواهب لدى التلاميذ والطلبة تحاول وزارة التربية أن تنشطها وتنميها. في وزارة التربية لدينا المديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي، هذه المديرية تكون مجموعة أقسام. بالفترة الماضية كان هناك ربما دمج لقسمي الرياضة والنشاط المدرسي، انعكس هذا الدور إداريا وبالتالي تسبب ربما في ضعف، لكن في هذا العام تم فك الارتباط، وبالتالي كل قسم اليوم لديه مهام، لديه مجموعة من الأنشطة والفعاليات والخطط التي تستلزم موازنات وتستلزم تخطيطا وكذلك جهودا أكبر بهذا الجانب. احنا في وزارة التربية طبعا لدينا مسابقات في كل المجالات، سواء القرآن الكريم، مسابقات أدبية، فنية، ثقافية، مسرح، أنشودة، غيرها، كل هذه الجوانب موجودة في عمل وزارة التربية. لكن ما نحتاجه بصراحة هو أن نديم من زخم هذه الأنشطة أولا، ونسلط الضوء عليها إعلاميا، ونحاول أن تكون هذه الأنشطة بوابة نحو مواهب أكبر بالنسبة للطلبة، المسرح المدرسي، الموسيقى، كل المواهب التي من الممكن أن تعطيك فنانا ورياضيا وتعطيك موهبة يحتاجها العراق ربما في المستقبل. كثير من طلبتنا لديهم طاقات خلاقة يحتاجون إلى الرعاية، هذا طبعا جانب. جانب آخر، احنا كان عندنا نقص طبعا بالبنى التحتية يتعلق بالأبنية المدرسية، وهذا ينعكس يعني بشكل أو بآخر على عدد الساحات والمراسم والمختبرات وغيرها. لذلك وزارة التربية أيضا وضعت ضمن خططها وضمن يعني حملتها بالعام الماضي بالأبنية المدرسية التي لا زالت حتى هذه اللحظة مستمرة، هو دعم الأنشطة المدرسية من خلال توفير البنى التحتية، ساحات الترتان الآن، وكذلك المرسم والمنشط، إضافة إلى بناء يعني أو إعطاء بعض البنايات لمثلا معاهد الفنون الجميلة، هذا أيضا يأتي في سياق دعم الأنشطة المدرسية. إذن كما ذكرت في بداية حديثي أن هذا العام هو عام الأنشطة المدرسية، ووزارة التربية لا تزال تهتم بهذا الجانب المهم جدا وتعطيه
وتوليه الأهمية القصوى والبالغة والضرورية، وتعتبر شعار لهذه المرحلة. ونحن طبعا في المديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي نركز تماما على هذا الملف، ونضعه ضمن سقوف الطاقات وسقوف الأعمال المهمة جدا التي من الممكن أن تنعكس على المدارس وعلى النشاط الكشفي والرياضي والصحي كذلك. كل هذه الأمور مهمة جدا، وهي من صميم عمل هذه المديرية المهمة جدا. نأمل إن شاء الله بالفترة القادمة أن ينعكس هذا الاهتمام على مدارسنا وعلى طلبتنا وعلى مجال النشاط الرياضي بشكل عام. طبعا أهم رياضة يفضلها الشباب بصورة عامة هي كرة القدم، اللي تعتبر أكثر انتشارا في كل دول العالم، سواء بمزاورتها أو بمشاهدتها والاستمتاع بها. وإحنا الآن بموسم كأس آسيا وهذه المباريات اللي تجرى، فنلاحظ أنه المواطن سواء هو عنده اهتمام بالرياضة أو ما عنده اهتمام، هو ده يحاول أنه يعني يشاهد اللعبة ويستمتع بتفاصيلها. فهذا الموضوع هو اللي جعلنا أنه إحنا نناقش هذا الموضوع بصورة أداق، ومحتاجين أنه فعلاً من نشاهد هكذا مشجعين وهكذا يعني شباب يحاولون أنه شيء بسيط، وهذا الرياضة هو الفرح أو يعني فوز المنتخب وغيره، هذا ما راح يقدم له شيء خاص إله، لكن هذا الحب العميق وهذه الفرحة يعني أشياء بسيطة هي تفرح الشاب العراقي، جزء بسيط هو يحاول أنه يساعده ويفرحه. هناك شباب كثيرة أنه هي حاولت أنه هي تذهب إلى مكان مخصص للعب ولمشاهدتها، حاولت أن تعوف مشاغلها وغيرها، يعني هذه الأمور البسيطة تستاهل أنه إحنا نساعدها، تستاهل أنه الدولة تخصص لها يعني ملاعب خاصة لمشاهدة اللعبة، أو اللي عنده هواية يمارسها واللي عنده يعني مهارة بمزاولة الرياضة أو كرة القدم بصورة أدق، يحتاج أنه هو يعني اهتمام كبير، ونحاول نوفر ساحات كبيرة. الشاب بالعراق هو للأسف هو نوعا ما مظلوم بهذه الجزئية. كل دول العالم لها اهتمام كبير بالشباب، بالتوظيف، يعني مثل ما ذكرنا الأمور اللي هي يعني خارج الوظيفة الحكومية بما يخص القطاع الخاص، غيرها من الأمور يوفروا له كل الإمكانيات حتى أنه يساعدوه. لكن احنا بالعراق الآن نوعا ما بدأت الأمور تتحسن، لكن أكو شباب ما عندهم يعني دراسة أو مدارسين أو ما عندهم شهادة، بالتالي لازم أكو أمور ثانية يحبوها ويمارسوها، من ضمنها مثل ما ذكرنا الرياضة. فإحنا إذا تحدثنا بصورة صحيحة أنه الآن نشاهد الشباب أو نتحدث عن الصغار يريد يلعب كرة القدم، وهذه موجودة يعني بنشاهدها سواء في السابق أو بالحاضر، إنه ماكو ساحة مخصصة إليه أو ماكو نادي مخصص إليه، فشي يسوي؟ يمارس كرة القدم داخل الأفرع، ونشوف إنه يسوون فرق فيما بينهم. لكن شنو الأمور اللي تعكر مزاجهم واللي تخرب عليهم اللعبة؟ هو فرع مخصص يعني لعامة الناس، بالتالي تجي سيارة تمر بهذا الفرع وتخربطت اللعبة وتفركشت اللعبة. بالتالي لهذا احنا ننصح ونوجه بوجود وبضرورة وجود ملاعب حتى يحاول الشخص انه هو يزاول هذه اللعبة بصورة صحيحة وبصورة دقيقة. يعني هذه الامور محتاجيها، بالتالي محتاجين نطورها، لان فعلا الرياضة هي لها دور مهم في كل دول العالم، وهي مهمة للبلد نفسه فعلا، من انه هذه الرياضه ترفع اسم البلد ويا دول العالم، ويكون لها اسم وصدى واسع. بالتالي ان شاء الله بالمرحله القادمه يكون هناك اهتمام بهذا الجانب، بتوفير كل المتطلبات اللي يحتاجها الرياضي، وتحديدا مثل ما ذكرنا هي اللعبه الاكثر قبولا واكثر شعبيه هي كره القدم. فنسال سؤال مهم، في حال توفير ملاعب تكون هي رياضية وتكون مجهزة بكل الأمور اللي تساعد واللي تنمي هذه الموهبة، هل فعلا ستخرج الشاب العراقي من العزلة الاجتماعية وفعلا راح تقضي على كل الأمور هي السلبية اللي يعاني منها؟ شوف الجواب احنا وياكم راجعين. أكيد سواء حال انتشار الملاعب الرياضية في العراق، يعني بعض الأحيان تكون تساعد
على إخراج الشباب العراقي من العزلة الاجتماعية، وخاصة نعرف إحنا الفترة يعني الماضية أصبحت المخدرات هي الشغلة الطاغية على مجتمعنا، خاصة بين الشباب. أكيد هو أسباب كثيرة جدا، يعني مثلا الحالة الاجتماعية، أيضا الدراسة لها دور كبير جدا، يعني نشاهد أكثر شبابنا يعني هم طلعوا من المدرسة يعني بصفوف شاد كالسادس ابتدائي وخامس ابتدائي، يعني حتى ما عابرين السادس الابتدائي الأول متوسط. أكيد يعني انتشار الملاعب الرياضية ومراكز الشباب، المنتديات أيضا لها دور كبير جدا في نشر الوعي الكامل، الوعي الجيد من خلال المحاضرات التثقيفية من ناس أكاديميين اختصاص في هذا المجال. في السابق كانت هناك موجودة هاي المنتديات مراكز الشباب، يمكن احنا لا كنا موجودين في فترة ماضية، يعني ندخل في دورات تثقيفية، دورات جيدة لحد من خطورة يعني مو فقط المخدرات، الأشياء اللي تضر بالمجتمع العراقي بالشاب العراقي. ايضا يمكن خلال بعد التغيير اللي حصل في 2003 شاهدنا يمكن كثير ما تسمى بالكافتيريا والمقاهي الشعبيه، دخول النرجيله والدخول الامور الاخرى، دخول هاي حتى النرجيله الالكترونيه، هاي سبب رئيسي ايضا في عزوف الشباب بعض الاحيان عن الحضور الملاعب الشعبيه او المنتديات ومراكز الشباب. في السابق كانت موجوده، لكن انا اقول مع الاسف، مع الأسف أنه هاي موجودة يمكن بين الشباب. كنا بالسابق يعني أنا واحد من الناس دائما أنصح الشباب، أنصح الناس اللي مثل تروح في أمور غير جيدة، الضرب المجتمع، الضرب بالمجتمع العراقي بالشعب العراقي. فنتمنى حتى ايضا مسؤوليتك على العائله، وايضا احنا الرياضيين وكل شبابنا واخوتنا وامهاتنا وابائنا لهم دور كبير جدا، فعليه انه ايضا حتى الحكومه لها دور كبير في فتح المنتديات الشعبيه المنتديات ودخول دورات تدريبية أيضا تثقيفية لتعليم هؤلاء الشباب أنه هذا خطر المخدرات، الإدمان عليها يسبب مشكلة كبيرة جدا في يعني على المجتمع العراقي. يعني شاهدنا كثير من الأمور اللي حصلت هناك، بعض الحالات تصير السلبية، التعدي على الوالد على الوالدة على الأخ على الجيران على كل اللي ما يضر في مجتمعنا. احنا مجتمع عراقي، مجتمع جيد، مجتمع ديني، تربطنا يعني علاقات أخوية يعني ما في ما بيننا في شعبنا العراقي. فنتمنى يعني تكون هناك يعني جولة كاملة على مراكز الشباب، على امتداد الشباب، حضور بعض الشخصيات المهمة خاصة الرياضية، لأن دائما احنا نشاهد الرياضي يكون كلامه مسموع من قبل الطرف الآخر الشاب العراقي، لأن كلهم محبين ومشجعين لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية. فأكيد يمكن انتشار الملاعب حالة جيدة. الآن أتكلم على مراكز شباب منتديات، وإن شاء الله الدولة تكون عند حسن ظن الجميع، تعمل على تثقيف هذه الطبقة من الشباب وبناء الملاعب وبناء منتديات ومراكز الشباب. إذا جينا قارنا هذا الموضوع مع بقية دول العالم، كل دول العالم تهتم بالشباب وبقدراتهم وتطوير مواهبهم، بالتالي هناك يمتلكون مخيمات كشفية، ساحات للألعاب وقاعات رياضية، وأيضا يمتلكون يعني نوادي رياضية وحتى اجتماعية، بالتالي هذا الموضوع جدا مهم عندهم وساعدهم بكثير والكثير من الأمور. بالتالي الشاب العراقي عنده حلم بسيط اللي هو محتاج ساحة يمارس بها هوايته كرة القدم، وبصورة تكون صحيحة تمتلك بها الإمكانيات البسيطة، أرضية مناسبة، مدرب، طبيب، لأن احنا نعرف عندما يمارسون هذه اللعبة ممكن أكو ضربة معينة أو خطأ معين يؤدي إلى ضربة كلش صعبة ويعاني منها بمرور الوقت.
فبالتالي نشاهد انه المواطن يحاول انه يتسابق على ساحات القطاع الخاص لحجز ساعة او ساعتين حتى يمارس هذه الهواية، في حين كانت هناك ساحات كبيرة وعملاقة، لكن للأسف هذه الساحات أخذت وتم البناء عليها سواء عمارة او اسواق او مجمع وتفاصيل كثيرة، او أخذت وتم تمليكها لأشخاص آخرين، بالتالي انتهت هذه القاعات وهذه الساحات الكبيرة وهذه الساحات الموجودة بكل المدن والمحافظات أيضا تم أخذها واستغلالها، لكن بقت الساحات اللي هي بما يخص القطاع الخاص، مثل ما ذكرنا ان المواطن يحاول انه يحجز ساعة او ساعتين، لكن هذه الساحات وهذه الألعاب الخماسية هي ممكن انه تحتاج بعض الأمور، المستثمر يقول لك انا اجر لك هذه الأرضية تلعب بيها، لكن هذه الساحات بيها طبيب اختصاص، بيها مدرب، اذا شنو فائدة هذه اللعبة؟ فقط لقتل وقت الفراغ. لكن عندنا طاقات شبابية كبيرة وعندنا مواهب كبيرة بهذا الخصوص، محتاجة اللي ياخذ بإيدها، محتاجة اللي يطورها، محتاجة اللي يساعدها، بالتالي محتاجين انه يكون هناك دعم من قبل الدولة بهذا الخصوص. وايضا احنا بالعراق نمتلك نوادي رياضية كبيرة، لكن للأسف هذه النوادي تعاني من الإهمار الكبير والشديد على مر الزمن، ومحتاجة إعادة تأهيل، محتاجة انه نرفدها بالأجهزة الحديثة والمتطورة، محتاجين انه نطور من القاعات الموجودة بها، محتاجين انه نعين بها مدربين وأطباء اختصاص، وحتى الشخص يقدر انه يدخل الى هذه النوادي ويلعب بالرياضة اللي يحبها، وتكون هي أحسن ما يتم استغلال الشباب بأمور ثانية، ومثلا يقضي وقت فراغه بالقهوة أو يروح إلى أماكن أخرى أو يتم استغلاله من أصحاب أضعاف يعني ضعاف النفوس. بالتالي بوجود هذه النوادي وبتطويرها بما يناسب الوقت اللي احنا موجودين به وبسنة 2024، ويعني بناحية ترميمها إعادة بنائها أو بناء أندية جديدة أو قاعات جديدة، بالتالي حتى نساعد الشاب العراقي بما يخص أنه يحاول أنه ينمي هذه الموهبة بصورة صحيحة. إذن الملاعب الموجودة الآن مثل ما ذكرنا هي قطاع خاص، محتاجين أن نشرك القطاع الخاص مع العام بخصوص مساعدة هؤلاء الشباب، مثل ما ذكرنا بتوفير المدربين والأطباء، مو فقط أنه اللاعب أو الفريق يحجز له هالساعة وخلص، ممكن مثل ما ذكرت يتعرض إلى إصابة جدا بليغة بالتالي تأذي حياته وتأذي يعني شخصيته، بالتالي أنه هذه الملاعب اللي هي موجودة حاليا وهي اللي على القطاع الخاص ما موجود بها ثير هذا الطبيعي، هي ثير صناعي، أيضا هذه راح تأثر على صحته. فإذا أريد أن نسأل سؤال جدا مهم، هل هناك خطة في المستقبل؟ لأن إحنا محتاجين فعلا أنه يكون أكو اهتمام بهذا الخصوص، بتوحيد الجهود، وبالتالي أنه تشترك جميع الجهات المختصة بهذا الخصوص بتفعيل هذه الأندية وتطويرها وبإنشاء ساحات مخصصة للمواطنين، مو فقط بغداد، بكل محافظات العراق، وهذا تحتاج إلى بذل جهد كبير وأيضا إلى أموال تصرف من أجل النهوض بهذا الواقع. فالسؤال هنا، هل هناك خطة من قبل الجهات المختصة لتطوير النوادي الموجودة الآن بإنشاء ساحات بما يخص هذه الرياضة وتحديدا رياضة كرة القدم اللي يفضلها الأغلبية الصغار والكبار؟ شوفوا الجواب إحنا لكم وراجعين. إذا تكلمنا عن الإنجازات الكرة العراقية في فترة الثمانينات أو فترة السبعينات، لشاهدنا الآتي: الاهتمام الكبير كان بالرياضة المدرسية ومراكز شباب، لذلك قيمة الإنجاز ونوعية الإنجاز كان دائما ينبثق من مراكز الشباب. مراكز الشباب اللي بصراحة للسنوات الأخيرة تحديدا العشرين سنة تقريبا الأخيرة، يعني منذ التغيير، شاهدنا هنالك تهميش وإقصاء لمراكز الشباب اللي كانت هي بصراحة تحتضن الشباب، وهي كانت إلها اليد الطولة باستقطاب الشباب وترغيب الشباب بكافة الفعاليات، وكرر بكافة الفعاليات الرياضية
لذلك نشاهد في مراكز الشباب يبرز لاعب كرة اليد، يبرز لاعب كرة السلة، يبرز لاعب الكرة الطائرة، كرة القدم. كل هذه الألعاب الشعبية أعتقد تنبثق دائما من مراكز الشباب اللي غيبت تماما. لذلك أمام وزارة الشباب مهمة كبيرة ومهمة تاريخية لكي بأقل تقدير تعيد هيبة مراكز الشباب وأن تعيد البنى التحتية لمراكز الشباب من خلال تفعيل البنى التحتية، وبالتالي الاستمرار بعملية تقويم هذه البنى التحتية، وبالتالي جلب كفاءات فنية محترمة جدا. واليوم نشاهد انه الدورات التدريبية الآسيوية جاي تفرز ان كثير من الطاقات وكثير من المدربين غير قادرين على الحصول على عمل. لذلك دور وزارة الشباب انا اعتقد في هذه الفترة استقطاب هؤلاء المدربين اللي لم يحصلوا على فرص، وبالتالي تكليفهم بمهمة الرقي بمراكز الشباب. أيضا لا أنسى بصراحة دور الرياضة المدرسية، يجب أن يكون دور الرياضة المدرسية مقترن تماما مع دور مراكز الشباب، وبالتالي العمل يكون مشترك ما بين الرياضة المدرسية ومراكز الشباب اللي كانت كما تكلمت لها الدور الكبير في فترة الثمانينات، في فترة الإنجاز أقدر أقول فترة السبعينات والثمانينات. أمام الوزارة أيضا بصراحة أنه مع جلب الطاقات يجب أنه التركيز على كثرة أو وفرة مراكز الشباب، يعني يجب أنه في كل محافظة في كل قضاء يكون هناك مركز أو مركزان لمراكز الشباب لكي بأقل تقدير يستقطب عدد كبير من الشباب. هذا جانب. جانب آخر، هذا بصراحة بحد ذاته ربما يلقي في ظلالة الإيجابية على المجتمع، أن تذهب لمراكز الشباب أفضل مما أن تذهب للكافيتريات، وهذه المراكز مراكز اللهو أو مقاهي اللهو بصراحة اللي جاي تفسد شبابنا وتفسد كثير من الصفات والصفات الحضارية اللي يجب أن تتوفر في شبابنا. أنا أعتقد من خلال مراكز الشباب، من خلال الاهتمام بمراكز الشباب وإجبار الشباب على أن يرتادوا هذه الأماكن أفضل ما أن يذهبوا للمقاهي والكوفيهات، وهذه اللي بصراحة أعتبرها يعني وسائل أصبحت طارئة في مجتمعنا. أعتقد سنقضى عليها من خلال الرياضة، من خلال تفعيل الرياضة، من خلال تفعيل دور المراكز الشباب اللي أقول وأكرر بأن لها يعني الخطوات الإيجابية من أجل الرقي ومن أجل تفعيل الرياضة بالشكل الصحيح وتنشئة جيل قادر على أن يمثل العراق ويمثل إذا ما تكلمنا عن كل الفعاليات ممكن أن تكون هنالك إنجازات على المستوى الأولمبي وعلى المستوى العالمي. إذن لابد من إعادة تأهيل وبناء القاعات الرياضية وتجهيزها بكل ما يحتاجه الشاب، وبالتالي هذا الموضوع محتاج أنه إلى وجود رؤى وخطط. كثير من الدول تفوقت علينا بهذا الخصوص في حين إحنا نمتلك الموهبة الأكبر ونمتلك الإمكانيات الأكبر في حال وظفناها بالمكان الصحيح وبالطريقة الصحيحة، راح تساعد على خروج الشباب من العزلة وتطويرهم بصورة صحيحة. طبعا من الأمور اللي ساعدت الشاب إنه هو يطور موهبته، وإذا تحدثنا عن المواهب الموجودة الرياضية الآن اللي أصبحت أسماء كبيرة واللي الآن يلعبون بمنتخباتنا الوطنية، أيضا هم خرجوا من أحياء بسيطة، أحياء شعبية. هذه الأحياء الشعبية والساحات الشعبية فعلا طورت وساعدت من اكتشاف المواهب وتطويرها بصورة صحيحة، وكانت لها دور فعال. لكن مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه هي تفتقد إلى أبرز الأمور اللي تساعد الشاب من أنه هو يطورها بصورة صحيحة، لأن هناك كثير من المواهب دفنت
ولم يعلم بها أحد بسبب أنه ماكو هذه الأمور أو الإمكانيات اللي تساعدهم على إخراج هذه الموهبة إلى العلن وتطويرها والأخذ بيدها. هناك من يستمر بحلمه ويحاول يطوره على حسابه الخاص ويحاول أنه هو يسير بهذا الخط، وهناك من يترك حلمه ويكون هو خلاص دفن بالمكان اللي هو موجود به وما حد إلى أي علم به. بالإضافة إلى أكو نقطة جدا مهمة، الأهل لهم دور فعال وكبير في مساعدة الشاب وأيضا الأطفال أو الشباب بصورة عامة أنه يأخذون بيدهم ويطوروهم. إحنا نفتقد إلى جزئية جدا مهمة، هي الأهل ما يهتمون بما يخص موهبة الطفل، شنو شي يحب شي يفضل. بعض الأمور يهتمون بموضوع الدراسة ويقول لك لا أنت أهم شيء لك دراستك. هناك شباب كثيرين إن هم تركوا دراستهم ويقول لك أنا شغفي وحبي للرياضة وحبي لكرة القدم، أنا ما أجد مكاني أو ما أشوف نفسي موجود بالدراسة، فيتركون دراستهم. هنا الأهل يرفضون هذا الموضوع بصورة كبيرة ويحاولون إن هم يجبروه على موضوع الدراسة، وبالتالي ما راح يحصل لا الشهادة المناسبة واللي تليق به واللي تليق بأهله، ولا راح يحصل الرياضة اللي هو كان يفضلها واللي كان يحلم بيها، ومثل ما نقول على قولة أهلنا ضيع المشيتين. فدور الأهل جدا مهم، مو فقط بالرياضة، بكل الهوايات اللي يشوفوها على أطفالهم إن هم لهم رؤيتهم وقدرتهم يحاولون يطوروها. بالإضافة إلى الدراسة أكيد وهي جزء جدا مهم، لكن حلو أن الشاب أو الطفل يوفق بين الشغلتين، وحلو من أني أحاول أنه أشوف شنو يمتلك من موهبة ابني أو بنتي وأحاول أنه أساعده وأخذ بيده إلى الطريق الصحيح وأنور دربه، لأن مثل ما ذكرنا ممكن ما يتوفق بدراسة ممكن يتوفق بموهبته. ومحتاجين أنه أيضا يكون للأهل دور فعال بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الجهات المختصة اللي إحنا نطلب منها، وإن شاء الله يكون صدانا واسع ويكون إنه دور بإيصال هذه الرسالة، وهذه الرسالة تصل إلى المعنيين بهذا الموضوع بما يخص الساحات وتطويرها وإنشائها بصورة دقيقة. وإن شاء الله إحنا نقول نتأمل أن القادم خير والأمل موجود، لأن الشاب إذا وفرت إلى الإمكانيات، لأن هو الشاب اللي راح يساعد والشباب يساعدون ببناء مستقبل مزدهر ويكون إلى رونقة وإلى شخصيته. بالتالي نتأمل خير في القادم، وإن شاء الله هذه الرسالة تصل إلى كل من يشاهدنا بأنه توفير البنية الأساسية الصحيحة وتوفير هذه الملاعب. إذا أحبت المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة التي وصلناها بنهاية الحلقة. أولا، يجب تثبيت درس الرياضة كدرس مهم وتطبيقه بصورة صحيحة ضمن جدول الدروس وعلى الأساس اللي وجد عليه. ثانيا، يجب إنشاء ساحات رياضية مناسبة وتليق بالشاب العراقي في بغداد وباقي المحافظات، وهي أكيد تحتاج إلى بذل جهد كبير من قبل الجهات المختصة. وثالثا وأخيرا، يجب تطوير النوادي الموجودة الآن في بغداد والمحافظات، بخصوص أنه تطويرها بصورة صحيحة بقاعات رياضية بمواصفات عالمية بأجهزة متطورة حتى نقود الشباب إلى طريق الصحيح، والشاب أكيد راح يقودنا إلى وبناء مستقبل مزدهر للعراق. إذن أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.